جاد يحب يقرا فكتبت له جمل اللي قراها. جاد sat on a cat. يحب يقرا. يوسف كتب دحين شيء الجاد. اوه ما هي فقره خط يوسف. تعال. اوه لا جاد. اوه جاد. والله زعل مره زعل. ايش بيسوي يوسف؟ ماي جاد جاد ما يبغى يستخدم هذه الاشياء. اوه ماي جاد. ازعج جاد. جاد بيخرب على يوسف. ما يبغى يستخدم الاشياء. هيا تعطس بعد شوي شوف. راح تعطس؟ شكرا بخليها. كم شخص احنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 11 اكثر من 11. اوه سريع. هذا فاسي ماري بوبر. ليش لسانك ازرق؟ سيبوا جاد حاله. ايش بيسوي جوا؟ دخلي تلفريك. هنا الأملاق هذا اللي هناك. خرج من تلفريك وبيهجم المباني. ما هم لو دفاني النهر إلى حبيبي. أنا أشاركهم. لا. يوسف قطار شوي يجي. قطار شوي يجي. كيف الكوكي والعصير؟ إيش كلكم تبي تسلوا كذا فوق مع يوسف؟ تتمشى في الريف. تبي نطيح الدرون في المويه. ما اعرف كيف رجع درون. راح درون مره بعيد. الدرون اختفى. مره راح بعيد. فين درون راح؟ ما اعرف. هذه كانت هديتك ليوم ميلادك. راح درون ها؟ ايوه. ما اعرف كيف صار. كنت عاوز مني بعد. شوي الناس عشان هذه هديه من عمتها. شوف الشجره هذه. اوه شجره مره كبيره مناسبه للتسلق. لا يا ماما خليه بعيد. القرش بياكل يده. بنت عمتها تطيح. تبيبه. بدات تبطر. او ماي جاد. شوفوا مين برا بانتظاري. من زمان انتظر لك تفتح. يلا روح جيب لي لحم. جاد بيطير. بابا يوسف شارك معه. يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. لا جاد جاد اطيع شارك. لا تزعجوا. بسم الله الرحيم. قاعد اسحب المول انس. ايش اللي بيصير؟ يقول انا في المكتبه يوسف مو مكان العاب. يلا حسب حقيقي. والله يوسف يروح عنده بيعطي حلاوه. لقيت هذا الكوب فريز مويه مثلجه عشان ايش؟ عشان تلحسها. كانك تلعب موبايلك. بوسي بوسي. يمكن هذه امتن شجره قد شفتها. جاد مبسوط في السجن. غرفه كبيره لحالها نحلها. شوف هذا الباب الغريب المائل. بيصيد سمك ها؟ شوفوا كيف يجري. انا في حاره طالع من عيونه. مين هذا الرجال؟ اجواء جميلة. يوسف بيزعج جاد من اول. في مويه هنا. برجر. هاي. لا ارميه. قوم. شوف الروبوت اللي بناه يوسف وهذا كمان. واو. هذا بيت الروبوت. هنشغل الروبوت دحين. اوه. حركات. هو شغل عيونه. جاء المول باللبس المغربي التقليدي. حلو عليك. تعال تعال. يقول هو اسرع منا. حسبت هذيك الجنة؟ بابا. هاي جاد. هاي جاد. جاد. دحين فين جاد؟ شايفينه ولا لا؟ جاد. جاد. لا جاد. متوترين جبت لكم العاب للتوتر. شوفوا ورا القرد هذا توتر. لما تسحبوا اذنها كمان. اوكي دوده. كاميليان كمان. اوكي خذوا بسه.
يسوي يوسف لا لازم نشكو نور بالكتب والألعاب في القطار. I like your bird. شو سوى؟ أو ولا تزعجوا كل شوي. عضيته؟ اللي بايو. يبركب القطار مع الحيوانات. يمكن يزعل. الشجر هذه شكله غريب. جينا أقدم حديقة ديناصورات في العالم. ما أنا ها؟ لابس حق أمه. مو كذا الغوري اللي يسوي. شوف الكيس هذا. صادفنا ماركت هنا شوف الدونتس. I feel like having a donut, Baba. الأكل اللبناني على الأصول. هندي ويوناني ولبناني. ما يبغى يوسف يركب قدام. ورا ورا. فنان فنان. من زمان جالس هنا بيستنى الأكل. لا تقلدني. لا تقلدني. نتعلم كيف استخدم الكمبيوتر. كتب اسماء افراد العائلة. هو من زمان على هذه. شوي شوي على جهاد. اي يوسف اتركه. شوف شعره. انا ابغى هذا. جاء جوال جديد لك. شو البطاطس اللي عنده؟ هابي بيرثداي تو يو يوسف. كيف تلعب بهذه يوسف؟ بنيجي للبيت حشران احتاج الحمام. حاول يصدم انس. هنا خطا. متحمس اجرب البزنس بالقطريه. ايوه جاهز للعرض اليوم. ايوه هذا مول سيتي سنتر في قطر. مهرجان قطر للالعاب. شوف برج ديزني. انس بيسوق الباص. قعدنا في قطر اقل من يوم، الحين رايحين رياض. قولوا هذا من احسن المطارات. الدب هذا مشهور. مطار رهيب. شو الشجره هذه؟ هذا اكبر مطار قد دخلته ما شاء الله. جوله في رياض بوليفارد سيتي. انس يبغى يفوز موزه. مين الشخصيه هذه؟ ها انس بالظاهر. ما انس واحد ودي يسبح هنا ما شاء الله. يا كثر الشوشان. يلا انس بسرعه. ايوه جاهد بيزعج انس. مضاربه جماعيه. جاهد بس شوف جاهد. مو عارف. يوم ميلاد انس بكره 15 سنه فاضي كذا. يلا ايش هو مطار الجمهور يا انس؟ قولوا ايها هي قولوا ايها. يوسف يقول يقدر يطلع باكثر صوت مزعج بالعالم. كيف وزنت كل هذه الحيوانات فوق بعض ما شاء الله؟ اهم شيء لما يخلص الافلام يرقص جاد.